فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، نعم، مع الفروق الدلالية بين الأبنية الصرفية المتشابهة، اختلاف صيغة الفعل واختلاف صيغة المصدر واختلاف صيغة المشتقات بأسرها، هناك فروق دلالية. قال المصنف: بعد وبعيدا، اختلاف صيغة الفعل في هذا الباب، بعد وبعيدا. المعاني اللغوية لم تفرق بين الفعلين. قال ابن فارس: البعد خلاف القرب، والبعد والبعد الهلاك، والبعد والبعد الهلاك، يبقى هو خلاف القرب وأيضا قد يقصد به الهلاك، كما قال الله تعالى: ألا بعدا لمدين، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، يعني هلكت مدين كما هلكت ثمود. فالهلاك بعد للهالك، الهلاك بعد للهالك، وهذا اسمه تفسير بالأثر. نعم. والبعد خلاف القرب، بعد الرجل بالضم، وبعدا بعدا وبعدا، وهو بعيد، فهو بعيد، يعني هو خلاف القرب. حبيبي رضي الله عنكم وأحسن الله عليكم. وقد ورد الفعل المضموم العين في قوله تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت، بعدت بالضمه الآن، أحسن الله عليكم جميعا، بعدت عليهم الشقة. وورد الفعل المكسور العين ومصدر وبمصدره أيضا في قوله تعالى: ألا بعدا لمدين، هذا المصدر، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. والله متعب، جزاكم الله خيرا أستاذ عبير. أحمد الله إليكم، الحمد لله كل حال. فعبر القرآن عن البعد في المسافة بالفعل المضموم العين بعدا، بينما عبر عن هلاك بالفعل المكسور بعدا. حبيبي عثمان أحسن الله عليكم، حبك الله ضعفتنا فيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيها الأحمدي النبيل. فعبر القرآن عن البعد في المسافة بالهلاك، عند عبر عن البعد المسافة بالضم وبالكسر على الهلاك. وكان هذا يعتبر ملمح فارق في الفروق الدلالية بينهما. ولذلك الزمخشري يعني لاحظ ذلك وقال: أكثر استعمال القرآن في الضم بعدا بالبعد في المسافة، البعد في المسافة. وأكثر استعمال بعيدا بالكسر هو التعبير عنه البعد بسبب الهلاك، البعد يعني الأثر. هلك فبعدا، هلك فبعدا. ومراعاة القرآن التفرقة بين معنى الفعلين عن طريق الصيغة الصرفية هو الأسلوب الأمثل في التعبير اللغوي على عادة القرآن الحكيم، مثل ما قال الله تعالى مفرقة بين قسط وأقسط، قاسط مقسط. فالفعل المجرد بمعنى الظلم والجور، والمزيد بالهمز هو معناه أنه العدل. ولذلك قال الله تعالى: وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. أحبكم الله يحفظنا في رضي الله عنكم جميعا، حفظك رب أستاذ أحمد، أحبك الله يحفظنا في أستاذ زاهر، أحسن الله عليك. وقال الله تعالى: إن الله يحب المقسطين، أي أهل العدل. من ذلك أيضا تبع واتبع، والأصل أنه إذا تكلمنا عن الفارق اللغوي أن زيادة المبنى زيادة في المعنى، وأيضا للمسألة الصرفية في التركيب تغير المعنى. قال الله تعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا، فمن تبع هدايا، رضي الله عنك أستاذ أحمد، حفظك ربي حبيبي، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فهنا تبع التي جاءت في التخفيف يدل على مجرد الوصف بالاتباع. أما اتبع فهذه فيها دلالة التجديد، هنا زيادة في المبنى فيكون زيادة في الحروف، فمعناها التجديد أنه يتبع ويتبع، يعني لا يتوقف عن الاتباع، معناها التجديد. وهذه أيضا فيها معنى الكلفة، لأنه التجديد في معنى الكلفة في هذا الباب. الحمد لله. ما هذا؟ تيأس من إيه يا ابن الحلال؟ تيأس من إيه يا ابن الحلال؟ في إيش؟ لا أصلا. وذلك أن الآية في سورة طه جاءت عقب ذكر عداوة إبليس لآدم، فناسب ذلك تجديد الاتباع للهدى، فلذلك قال من اتبع، فمن اتبع هدايا. والشهاد في بلوغه، لأنه عداوة الشيطان ضارية لا تتوقف. يوم أن أمر بالسجود إلى آدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين، صارت الحرب مشتعلة مستعرة لا تتوقف في حال من الأحوال. أيضا من ذلك شرى واشترى، تدور المادة شين وراء الياء في اللغة على معنى المماثلة بين أمرين أخذا وعطاء، لكن القرآن يستعمل شرى أكثر في البيع واشترى في الشراء. لا حول ولا قوة بالله، حملتني حملا كالجبال يا أحمد. أنا لا أساوي شيء، أنا عاصي لربي جل في علاه، وأنا أصغر ما أكون، ويعلم الله جل في علاه كيف أكون، لكني أتأمل في ربي أن يستعملني لنصرة دينه ورفع راية السنة. رضي الله عنك يا أستاذ أحمد، أكون كذلك بإذن الله، أكون أبا وأكون خادما وأكون أخا وأكون خادما، أكون تحت الأقدام. هذا الذي أعتقد والله شهيد علي أنني 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 تحت أقدامكم، وما أرى في نفسي إلا خادما لكم، أقسم بربي في هذا الباب. هذا الذي أعتقده. جاء القرآن، شوف قال الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلال. اشتراه هنا على أساس البيع والشراء والثمن وقبض الثمن. رضي الله عنك في ريزة يا رضي الله عنك، حيا هلا بأهل أندونيسيا بيك والله العظيم، رضي الله عنك. قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلم. قال شروا به أنفسهم، يعني باعوا بها أنفسهم. رضي الله عنك أستاذ أحمد خليل، حفظك ربي وأحسن الله عليك، ونسأل الله أن ينفع بك الأمة الإسلامية وأن يجعلنا نتعاون على البر والتقوى دائما. قال الله تعالى من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاته، يعني يبيع نفسه لله جل وعلا، والله رؤوف بالعباد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا، يعني يبيعون حتى الدنيا بالآخرة، يشرون حتى الدنيا بالآخرة. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، لأنه باع نفسه حقا لله جل في علاه. فكل ما جاء الفعل شرى بمعنى باع، شرى بمعنى باع. قال تعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين سبحان من لا يعلم أقدار خلقه إلا هو. يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بثمن بخس دراهم معدودة، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله.
وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقولوا شروا به أنفسهم أي باعوها. أما الفعل المزيد بتاء الافتعال اشترى افتعلا، يعني الفعل المزيد بتاء الافتعال قد تكرر في القرآن 21 مرة، وكان المعنى فيه بالشراء لا بالبيع. شروه بالبيع اشترى يعني دفع الثمن وأخذ السلعة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال الله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم أو ما لهم بأن لهم الجنة. وقال الذي اشتراه من مصر لمرأتي أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا ونتخذها، كلها على مسألة الشراء وهو أخذ السلعة مقابل الشيء. تفضل يا أبا عبد الله، تفضل. تأخرت وما رأيناك صباحا يا أم صالح، ما الذي أخرك؟ لما تأخرت؟ ما نرضى بذلك نحن. إذن هنا الاستعمال القرآني في دلالة شرى واشترى، مع أنهما في اللغة واحد، لكن الدلالة القرآنية جعلت فرقا بأن شرى كانت في البيع واشترى كانت في دفع الثمن وأخذ السلعة. نعم، هذا ممتع جدا، وإن شاء الله بإذن الله نكثر منه إن شاء الله في الدروس القادمة، لكن الوقت أزف وأنا متعب جدا، وكما قلت بأننا نريد ننتهي من الطلاق، يعني تكون الليلة ننتهي من الطلاق وندخل على الباب الذي بعده، باب الخيل، باب الخيل، وإن شاء الله لو نستطيع ننتهي منه، لأن بعده باب الأحباس والوصايا، وبعده الأمان والنذور، وتنتهي المشكلة معنا في هذا. لكن أي نعم، رأيتك في الصباح متأخرة، ما حضرت من الأول. آمين، رضي الله عنكم. أقول باب، قال المصنف باب القص والأصفار. نعم، قال المصنف أخبرنا العباس ابن محمد هو الدوري قال حدثنا الأسد بن عامر عن زائدة عن هشام عن حفص عن أم عطية رضي الله عنه أرضاها. نعم، أعوذ بالله، هذا ضال مضل، من يقول بذلك ضال مضل، الذي يقول التفسير بالقرآن بالرأي ضال مضل. عن أم عطية رضي الله عنها أرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمتوفى عنها زوجها عند طهرها بالقسط والأصفار، وقلنا هذا فيه أخذناه الحمد لله. طيب، باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث. عن أكرمة ابن عباس رضي الله عنه أرضاه في قوله تعالى الذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخ ذلك بآية الميراث مما فرض لها من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول أن جعل أجلها أجلها أن جعل أجلها 4 أشهر و10. يعني قال وصية الأزواجين متاعا الحول غير إخراج، هذه وصية. نعم، فقال لا نسخ بالميراث، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث. ما تقول تتأخر كثيرا، هي نبيلة جدا ونشيطة جدا، لكن تأخرها يضايقني. الأحمدي يعرض بتأخيرك يا مصالح، أكيد أنت بتتأخر عليه فيما يطلب، هذا تعريض أنيق أتى به ملفقا، جاء به ضمنا، ما جاء به تصريحا، جاء به تلميحا، فإياك وإياك والتأخير عليه، فرضاه بوابة الجنة. نعم، وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن أكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا للحول غير الإخراج، قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا في العدد، وبعض العلماء يرى أنها ليست منسوخة. الله يشفيك أخي كريم، الله يحفظك ويشفيك إن شاء الله. حاضر أستاذ يا عبد الظاهر رفع الله مقامه. أوه قلبت عليك رأس المجن، قال هو سبب التأخير، قلبت عليك رأس المجن. الله يهديك أحمدي، الله يهديك أحمدي، ما إجابتك على ذلك؟ فأقول إخوتي الكرام في قول تعالى الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا
وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج. قال أنا سخطتها والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وهذا عليه الجمهور. وبعض العلماء يرى أنه ليس نسخا، بل المسألة على الكمال والأكمل. الأكمل أن تبقى حولا كاملا لحق زوجها، والكمال أن تكون أربعة أشهر وعشرا. رضي الله عنكم، حفظكم ربي واجعلكم من أسعد الناس وأسعد الأزواج وأحسن الناس تعاونا على البر والتقوى. رضي الله عنكم. باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أخبرت عبد الرحمن بن عاصم قال فكانت عند رجل من بني مخزوم، هو ابن مكتوم يعني ابن أم مكتوم، أنه طلق، كانت عنده زوجة نعم، أنه طلق ثلاثة وخرج إلى بعض المغازي وأمر وكيله أن يعطيها بعض النفقة، فتقالتها فانطلقت إلى بعض نسائه، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عندها، فقالت يا رسول الله هذه فاطمة بنت قيس طلقها فلان، فأرسل إليها ببعض النفقة فردتها وزعم أنه شيء تطول به. قال صدق. قال النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلي، تطول يعني هذا نافلة منه، هذا نافلة. أمين يا رب العالمين. قال فانتقلي إلى أم كلثوم فاعتدي عندها، ثم قال إن أم كلثوم امرأة يكثر عوادها، فانتقلي. شوفوا هنا الآن حتى أم شريك وأم كلثوم الأصحاب يأتونها زائرين، كما قلنا التنطع لها، العلم هو الذي يفصل في كل شيء. قال امرأة يكثر عوادها فانتقلي إلى عبد الله بن أم مكتوم فإنه أعمى. فانتقلت عبد الله فاعتدت عنده حتى انقضت عدتها، ثم خطبها أبو الجهم ومعاوية بن أبي سفيان، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمره فيهما، فقال أما أبو الجهم فرجل أخاف عليك قصقاسته هنا يعني كأنها من تحريك العصا في الضرب، قصقاسته أنا أخشى عليك من ذلك لأنه يضرب النساء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قولا، قال ليس بخيركم من يضرب النساء. وأما معاوية فرجل أملق من المال، يعني فاضي ما عندوش مال. وفي رواية عن فاطمة بنت قيس أنها أخبرته أنها كانت تحت أبي عمرو حفص ابن حفص ابن المغيرة فطلقها آخر ثلاث طلقات. نعم. فزعمت فاطمة أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتته في خروجها من بيتها، فأمرها أن تنتقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى، فأبى مروان أن يصدق فاطمة في خروج المطلقة من بيتها. قال عروة أنكرت عائشة ذلك على فاطمة، يعني قالت هي ما خرجت إلا من أجل سلاطة اللسان على أحمائها، وهذا كلام ليس صح. حبك الله تحتنا فيها حبيبي. وفي رواية أيضا قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا وأخاف أن يقتحم علي، فأمرها فتحولت. وهنا عولت العائشة على ذلك أن التحويل كان لهذا على أساس أن لها النفقة وأن لها السكنة دون النفقة. وفي رواية عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألته عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها، فقالت طلقها زوجها البتة يعني ثلاثا، وده احتج به الشافعي عن الطلاق البتة هو الطلاق الثلاث اللي هو بينونة كبرى، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنة والنفقة. قالت فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، فأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم. وفي رواية عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنك حبيبي أحسن الله عليك، قال طلقني زوجي فأردت النقلة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتقل إلى بيت ابن عمك عمرو ابن أم مكتوم فاعتدي فيه، فحصبه الأسود وقال ويلك لم تفتي بمثل هذا، لما تفتي بمثل هذا؟ قال عمر إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم نترك كتاب الله لقول امرأة لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هنا يستدلون به على السكنة، وده الاستدلال به الشافعية والحنفية. عامة مسألة المبتوتة المطلقة ثلاثة التي بانت بينه بينونة يعني كبرى رضي الله عنك أحمد، الله يتقبل منه ومنك رب، بينونة كبرى، فإنها هنا اختلف العلماء فيها على ثلاث أقوال. قول يقول بأنه ليس لها سكنة ولا نفقة، وهذا قول الحنابلة، هم أسعد الناس بالدليل، هم أسعد الناس بالدليل. والقول الثاني قول الشافعية والمالكية، قالوا لها السكنة دون النفقة، لأن النفقة رهنت بالحمل وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن،
وأما السكنة فقد قال الله تعالى ولا تخرجن من بيوتهن ولا تخرجن إلا يأتين فحشة مبينة. لكن شوف ردت عليهم بالاستدلال بالآية فاطمة بنت قيس، قالت قد قال الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، أي أمر يحدثه الله بعد البنون الكبرى؟ شوف الفهم والدقة الفقه، أي أمر يحدثه الله جل في علاه في هذا الباب، أي أمر يحدثه بعد البنون الكبرى؟ يحدث أن يرجع، يعني يعتب على نفسه يندم فيردها، لكن هنا ما في رد. ليه؟ لأنها بانت بنون الكبرى، لذلك لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. والصحيح الراجح كلام الحنابلة وهم أسعد الناس بالدليل أن النبي لم يجعل لها سكنة ولا نفقة. أما قول عمر بن الخطاب لا نترك قول ربنا لقول امرأة لا تخرجن من بيوتهن، نقول إيش هذا؟ يعني أخطأ عمر بن الخطاب في ذلك. يعني كيف يوهم امرأة صحابية رضي الله عنها وارضاها، وهي من أفضل النساء، وهي التي حفظت عن النبي حديث الجساسة الطويل، فكيف يترك في هذا الباب؟ فقول عمر لا نترك يعني كتاب ربنا، قلنا جاءت السنة والسنة تقدم لعمر الخطاب، ولسنا نوهم أحدا، وهو من الثقات. من الثقات إيش؟ ما يقال عنه ثقات، هذه صحابية حسيبة نسيبة قرشية مزكاة من فوق سبع سماوات، إن الله زكى كل الصحابة رجالا ونساء. نعم. باب خروج المتوفى عنها بالنهار. أخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج، نعم، عن أبي الزبير عن جابر قال طلقت خالته فأرادت أن تخرج إلى نخل لها فلقيت رجلا فناها، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خروجي فجدي نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الخروج. صحيح مسلم هذا الحديث العظيم، الحديث الأول أيضا في صحيح مسلم حديث وفي المتفق عليه حديث فاطمة. نعم. فجابر خالته طلقت وأرادت أن تخرج، قال لها لا تخرجي، لا يجوز لك أن تخرجي. فقالت ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت لها، فقال اخرجي فجدي نخلك لعلك أن تصدق وتفعل معروفا. هذا معناها أنه يجوز لها أن تخرج في هذا الباب إن كانت لحاجة. والحديث في المطلقة مش في المتوفى عنها زوجها، فأخذ منه حكم المتوفى عنها أنها لا يجوز لها أن تخرج إلا لحاجة أيضا. وهنا المسألة منتزعة بقياس الأولى، لأن المطلقة النفقة قد تكون على الزوج، المطلقة النفقة قد تكون على الزوج، وخرجت قال لها خروجي تجد نخلك لعلك أن تصدقي وتفعلي معروفا. فمن باب أولى التي توفي عنها زوجها، لأنه لا نفقة له إلا الميراث، هي لها الميراث نعم لكن لا نفقة له، فلها أن تخرج إن كانت محتاجة إلى ذلك. باب نفقة البائنة. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بكر عن ابن أبي الجهم قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي فلم يجعل لي سكنة ولا نفقة، قالت فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له، 15 شعير وخمسة تمر، فأتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له ذلك، فقال صدق، هو مستحسن في ذلك، هو محسن في ذلك، وأمرني أن أعتد في بيت ابن أم مكتوم فلان، وكانت زوجها طلاقة طلاقا بائنا. المرأة البائنة لا نفقة لها ولا سكنة، هذا ما قالته فاطمة عن النبي عندما قال لها زوجها أنا محسن إليك بذلك، يعني قال أنا متطول يعني محسن إليك بهذه النفقة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صدقا، لا نفقة لك ولا سكنة، ثم أمرها أن تعتد عند ابن مكتوم. أما من قال أن هذا لسلاطة اللسان أو لأنه موحش،
نقول قد يكون هذا سبب، لكن الأصل أنه ليس لها سكنة، الأصل أنه ليس لها سكنة، كما قالت عائشة وابن المسيب على أن المسألة لصلاة اللسان، قلنا قد يكون، لكن الأصل أنها ليس لها سكنة، ليس لها سكنة. حبيبي أبا العباس كيف أنت؟ عاوزتني رؤياك، وش أقول؟ توحشتك بالزاف بالزاف أبا العباس رضي الله عنك. نفقة الحامل المبتوتة، روى المصنف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ارضاه ابن عثمان طلق ابنة سعيد بن زيد وأمها حمنة بنت قيس البتة، فأمرتها خالتها فاطمة بنت قيس بالانتقال من بيت عبد الله بن عمرو، وسمع بذلك مروان فأرسل إليها فأمرها أن ترجع إلى مسكنها حتى تنقضي عدتها، فأرسلت إليه تخبره أن خالتها فاطمة بنت قيس أفتتها بذلك وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتاها بالانتقال حين طلقها أبو عمرو بن عمرو أبو عمرو بن حفص المخزومي، فأرسل مروان قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة فسألها عن ذلك، فزعمت أنها كانت تحت أبي عمرو. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على اليمن خرج معه، فأرسل لها بتطليقة وهي بقيت طلاقها، فأمر لها الحارس ابن هشام وعياش ابن أبي ربيعة بنفقته، فأرسلت إلى الحارس وعياش تسألهما النفقة التي أمر لها بها زوجها، فقال والله ما لها علينا نفقة إلا أن تكون حاملا، وما لها أن تسكن في مسكننا إلا بإذننا. فزعمت فاطمة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فصدقهما. قالت فقلت أين أنتقل؟ قال انتقلي عند ابن أم مكتوم، هو ابن عمك، وهو الأعمى الذي عاتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاتب الله فيه، فانتقلت عنده. فقالت فكنت أضع ثيابي عنده حتى أنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. لما قالت خطباني معاوية وخطباني أبو جهم، نحى أبا جهم لأنه ضرب للنساء، ونحى معاوية لأنه لا يملك مع الديانة الموجودة، وفي ديانة أكثر منه وهو أسامة بن زيد. وهذه فيها دلالة أنها أفتت بذلك وأنها ضابطة للمسألة، وأن المطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكنة، المطلقة ثلاثا لا نفق لها ولا سكنة، قد يكون لها النفقة إن كانت رجعية والسكنة إن كانت رجعية. وبذلك قال الله تعالى قال لا ولا تخرجن من بيوتهن ولا خرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة، هذا في الرجعية، لأنه قال لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وانتقلت عند ابن أم مكتوم مع أنه أجنبي عنها، لكن ما دامت الخلوة لا تؤدي إلى فتنة فقد لا تكون يعني محرمة. قالت تضعين ثيابك وهو لا يرى، وكانت تضع ثيابها عنده وهو لا يرى. نعم. باب الأقراء، سبحان الله، يعني قاربت على الانتهاء، ماذا أفعل؟ باب الأقراء. فاطمة بنت قيس أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه، أنا فاطمة بنت أبي حبيش أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه الدم، فقال لها رسول الله إنما ذلك عرق، فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصلي، فإذا مر قرؤك فلتطهري، يعني اغتسلي ثم صلي ما بين القرء إلى القرء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أمر أن القرء هو الحيض، القرء هو الحيض ليس الطهر، استدل به الحنفية والحنابلة بأن النبي قال إذا مر قرؤك، إذا أتى قرؤك، والقرء هنا بمعنى الحيض، لأنه قال صلي بين القرء والقرء، فدل ذلك أن القرء هو الحيض، وهذا قول الحنابلة والحنفية. وأما الشافعية والمالكية قالوا بأن القرء هو الطهر لأنه الجمع. من ناحية النظر نعم كلام الشافعية قوي، لكن من ناحية الأثر الأقوى كلام الحنابلة والحنفية. وإن كان البعض يقول قول النبي إذا مر قرؤك، يعني في هذه الحالة القرء جاء بمعنى الحيض، لكن يأتي في معاني أخرى بمعنى الطهر قد وقد، لكن نحن نقول في الفصل بقول يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء هي الحيض، ثلاث حيض. لذلك قال لا إذا مر قرؤك فتطهري وصلي بين القرء والقرء، وقال إذا أتاك قرؤك، فدل ذلك عن الأقراء هي الحيض لا الأطهار، وهذا كلام الحنفية والحنابلة وهو الأرجح دليلا. باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثني يزيد النحوي عن أكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى
ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. قال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. وقال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. فقال فأول ما نسخ من القرآن القبلة. وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا حل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. إلى قول تعالى إن أرادوا إصلاحا. وذلك أن الرجل إذا كان طلق امرأته فهو أحق برجعتها، وإن طلق ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان فإمساكم معروف وتصريح بإحسان. يعني هو بيقول الآن كان المرء إذا طلق فهو أحق بالرجعة حتى لو بعد الثلاث، لو طلق فهو أحق بالرجعة. ثم نسخ هذا الحكم، كان هذا في الجاهلية ولذلك استخدموه أسوأ استخدام، عضلوا المرأة فكان يطلقها ثم يردها ثم يطلقها ثم يردها، يقول لن أترك تتمتع مع أحد، يطلقها ثم يردها. فجاء الشرع الحكيم فطرح أفعال الجاهلية ونسخ هذا الحكم وجعل الطلاق إلى مرتين ثم الثالثة تسريح بإحسان. قال الطلاق مرتين فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك قال الله تعالى فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. باب الرجعة عن ابن عمر رضي الله عنه قال طلقت امرأتي إلى حائض فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر فسأله فقال مره أن يراجع، فإذا طهرت يعني فإن شاء فليطلق. قلت لابن عمر فاحتسبت منها. قال ما يمنعها؟ أرأيت أن عجز واستحمق؟ يعني قال حسبت تلقى؟ قال أرأيت أن ركب الحموقة؟ نعم. وقال أيضا المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر رضي الله عنه وارضاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجع حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طورت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله عز وجل. فطلقهن لعدتهن يعني في طهر لم يجامعها فيه، هذه العدة يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. وفي رؤية كان ابن عمر إذا سئل عن الرجل طلق امرأته وهي حائض فيقول أما إن طلقها واحدة أو اثنتين فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة أخرى ثم تطهر ثم يطلقها قبل أن يمسها. وأما إن طلقها ثلاثا فقد عصيت الله فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك بنون كبرى. يعني حسب الطلقة وقال بانت منك. أنا حتى المغرب سأنتهي الأول الكتاب خلاص سأنتهي. وعن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمراجعة. وعن ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر؟ قال نعم. قال فإنه طلق امرأته حائضا فأتى عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر فأمره أن يراجع حتى تطهر ولم أسمعه يزيد على هذا. وفي رواية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر عمر إن رسول الله كان طلق حفصة ثم راجعها. هذا ختام بفضل الله كتاب الطلاق، وهو أن ابن عمر طلق امرأته حائضا، وهذا الطلاق طلاق بدعي عند العلماء، ولأن الطلاق أيضا منكر أنكره النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال تمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه فغضب وقال مغضبا مره فليراجعها، وفليراجعها حسب الطلقة. ولذلك ابن عمر راوي القصة بل هو صاحب القصة، وراوي الرواية قال حسبها علي تطليقة. ولما سئل قال الرجل أرأيت إن ركبت الحموقة؟ أرأيت إن عجز واستحمق؟ بانت منك امرأتك، لأنه كان طلقها ثلاثة هذه الثالثة وهي في حيض. قال بانت منك بنونة كبرى، أرأيت إن عجزت أو استحمقت أو ركبت الحموقة؟ بانت منك زوجتك. فهنا قول النبي مره فليراجع حتى تحيض حيضة أخرى، فإذا طهرت فإن شاء أمسك وإن شاء طلق، هذا الطلاق الذي أمر به. فطلقهن لعدتهن يعني قبل العدة، طلقهن لعدتهن يعني لقبل عدتهن، والمعنى أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامع فيه. رضي الله عنك يا أبا أيوب أبا العباس، أحسن الله عليك حبيبي، شفاك الله وعافاك أم البراء، شفى الله كل مريض، اللهم أمين يا رب العالمين. امرأة حرمت الأب من أولاد الأولاد، هذه امرأة ظالمة مخالفة للشرع. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إيه؟ طيب مش مهم.
فالنبي غضب على طلاقه، فالطلاق هنا طلاق بدعي، ولذلك أمره فليراجع، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق. أما رواية أبي داود فلم يرها شيئا، يعني لم يرها شيئا من العدة، لم يرها شيئا من السنة، بل هو طلاق بدعي، يأثم صاحبه وعصى الله بذلك. لذلك لما جاء في الطلقة الثالثة قال له ابن عمر: بانت منك بينونة كبرى وعصيت الله بما فعلت. الفؤاد المستنبطة. الطلاق يقسم لطلاق بدعي وسني، وكلاهما يقع على الراجح الصحيح. غضب النبي من مخالفة الشرع ولو كان لأفضل الصحابة كابن عمر الأثري. الأقراء الحيض المطلقة ثلاثا لا نفقة لها ولا سكنة، يجوز للمطلقة أن تخرج للحاجة، ويجوز للمتوفى عنها زوجها أن تخرج للحاجة. يجوز المرأة المتوفى عنها زوجها إذا طهرت من الحيض أو من الحيض أن تستخدم الطيب، حرمة الزينة للمرأة المعتدة من وفاة، ويلحق بها الطلاق. بهذا نكون كان قد ختم الله لنا أيضا كتاب الطلاق، والله الحمد والمنة. بعد ذلك في الليل إن شاء الله يكون كتاب الخير. سامحوني أنا والله متعب جدا، ومع ذلك آثرت أن أبقى معكم حتى ينتهي الكتاب. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، نسأل الله جل في علاه يعني أن يشكر لكم إحسانكم وبركم وعطاءكم وحرصكم، هذا خير كبير يجعلني في السماء والله. جزاكم الله خيرا، إني أحبكم جميعا في الله. الله يجعل عملكم لا صالحة واجعل الوجه خالصا ولا تجعل أحد فيه شيئا. أنا قلت الفوائد، هم هيكتبوها إن شاء الله. وأستأذنكم الآن، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص لي ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيي.